نعم، مساء الخير، مساء الخير لكم جميعا ولقناتكم الكريمة. السويداء الآن تؤكد من جديد، تؤكد للمرة الألف، أنها لن تتوانى ولن تتراجع أبدا حقيقة عن تصدير رأيها إلى العالم بأنها ثابتة على مطالبها وثابتة على الأسس الثابتة حقيقة، لأن تكون دائما معبرة عن مطالب محقة ومطالب صحيحة وعادلة. بالأمس كانت إحدى المحاولات، وليست هذه حالة استثنائية، أن يقوم النظام حقيقة بزرع هذا الحاجز، والذي يشكل هي عملية تحدي لأهالي السويداء، وبالتالي الدفع في طريق يعني الحرب الفصائلية، وبالتالي خلط الأوراق وترهيب المجتمع في السويداء، محاولة منه لتهديد الحراك، لتهديد القوى السياسية الوطنية، لتهديد كافة الأحراف في محافظة السويداء. إلا أنه ولم يستطيع أبدا أن ينال من هذه أن هذا الإصرار وهذا الثبات الذي يبديه شبابنا على مستوى ساحة الحراك وعلى مستوى كافة الميادين. وأريد أن أنوه حقيقة إلى حقيقة أخرى، النظام في هذه الفترة قد يدفع بها، خصوصا أن السويداء خلال الأسبوع الماضي قد صدرت وثيقتين مهمتين. الوثيقة الأولى هي اعتراضها واستنكارها للعملية الانتخابية اللاشرعية واللادستورية التي أقرها النظام في الفترة الأخيرة، والحقيقة استطعنا أن نصل بهذه الوثيقة إلى دوائر الأمم المتحدة وإلى المنظومة الأوروبية ودول مجلس التعاون، هذه من جهة. ومن جهة أخرى هنالك وثائق أخرى حقيقة انطلقت بهذا السياق، وأهمها نحن نريد أن ننوه عن هذا الأمر بأن السويداء الآن تستعد لرفع دعوة أمام المجموعة الدولية لتحصيل ما فقد منها، وخصوصا من الدول المانحة طيلة السبع سنوات بعد أن تكشف لها بأن النظام قام بإحداث أكثر من منظمة وهابية من السويداء، وقبض باسمها المبالغ الباهظة. بهذا يعني بكل الأحوال النظام يحاول بشتى الوسائل أن يخلط الأوراق من جديد، وبالتالي أن يأخذ البلد إلى المزيد من الترهيب، المزيد من العنف. طيب سيد خالد، يعني لماذا هذه يعني رد الفعل تجاه يعني زرع حاجز عند مدخل الشمالي للمدينة؟ يعني سابقا كان هناك تحركات أكثر من هذه الخطوة من قبل قوات الحكومة، ولم نشهد هذه ردة الفعل هذه من قبل أهالي السويداء. على العكس تماما، أهالي السويداء لم يستكينوا يوما من الأيام أو أن لم يوافقوا على زرع أحد الحواجز. هنالك العديد من الحواجز موجودة في محافظة السويداء، وإنما هذا الحاجز يأتي في وقت يقصد من ورائه النظام التحدي، يقصد من ورائه إذلال الشباب، إذلال الشارع بطبيعة الحال. هذا الحاجز بالذات، ومن خلال الدراسات التي تكونت حوله ومن خلال ما استبينا من خلال أكثر من جهة، هذا النظام القصد منه بالفعل هو تركيع الشباب، هو إذلال الشباب، إيقافهم، وخصوصا المتورون عن خدمة العلم، وهذا شرف لهم حقيقة. إنما هذا الحاجز أتى بفترة من الفترات ليكون له أهداف ومآرب أخرى تماما غير التي حقيقة أعلن عنها. وأريد أن أنوه مرة أخرى أنه يدعي بأن مجموعة من أهالي السويداء طالبوا بهذا الحاجز، أبدا هذا الكلام هو خارج عن الصحة تماما. فليذهب إلى تخوم السويداء حيث الآلاف من الإرهابيين هناك، من أتى بهم من إيران، وأتى بهم من حزب الله، وأتى بهم من قطعان داعش والنصرة، فليذهب وليقم الحواجز هناك ويحاول أن يبعد هذا الخطر القائم بالسويداء. إنما هو قام هذا الحاجز هو لغاية في نفس يعقوب، وحتما هو يريد من خلال هذا أن يوقع سيد خالد ويوقع الدماء ما بين فصائل السويداء. سيد خالد، كان هذا هو مقصد سؤالي، يعني رغم كل الإجراءات السابقة التي اتخذها قوات الحكومة، لكن أهالي السويداء كانوا مصرين على التمسك بالسلمية للتظاهرات، لكن ردة الفعل حول إنشاء الحاجز كان بلجوئهم يعني حدوث اشتباكات. هل هذا يعني أن الأهالي فهمت الرسالة والمقصد والغاية وراء هذا الحاجز، لذلك كان لهم هذه ردة الفعل هذا؟ مؤكد مؤكد مؤكد. نحن دائما نقول يعني ونحاول من خلال إعلامنا ومن خلال ساحة الكرامة ومن خلال الأنشطة التي تقوم فيها القوى الوطنية المعارضة السياسية وغيرها، نحاول أن نعطي النبذة الحقيقية عن أهل السويداء.
دائما نحن حراكنا سلمي، دائما رسالتنا سلمي، نطالب في التغيير السلمي استنادا الى القرارات الامميه الاربعه بطبيعه الحال، انما هو لا يمكن الاستكانه ولا يمكن السكوت على الاذلال. هذه المره تختلف عن سابقتها، وبالعكس السويداء الان تقف كافه شرائح السويداء، كافه الفئات في السويداء يقفون الان صفا واحدا، وقد راينا شبابنا امس قد قدموا نبذه رائعه جدا وحضاريه جدا في تعاملهم مع هذا الحراك، حيث قدموا لهم المياه و أوهموهم بأنهم سوريون مثلنا تماما، ولا يمكن أن نفرط بقطرة دم واحدة إن كانوا من أهل السويداء أو من غيرها. إنما ما حصل في الأمس هو نتيجة التحدي ونتيجة اللامبالاة التي ظهر فيها هذا النظام من خلال عناصره، وبالتالي حدث ما حدث في الأمس، واليوم نخشى ما نخشاه، وهنالك محاولات حقيقة قام فيها الخيرين والقادرين حقيقة على الإقناع بأنه تؤجل هذه العملية نوعا ما، أو أنها قد يزال الحاجز، إنما لغاية هذه الساعة لم نلحظ أي مؤشرات إيجابية بهذا الصدد. أريد أن أقول كلمة أخيرة حرصا على الوقت، إن السويداء كلها بكافة فئاتها، شبابها وشيبها ونسائها وأطفالها، تقف بوجه هذا النظام باتجاه كونه لا يمكن أن يقام هذا الحاجز وغيره، ولا يمكن أن تنفذ أي أجندة من أجنداته بهذه الفترة بذات. طيب سيد خالد، في حال تم إزالة الحاجز، هل ستنتهي القصة هنا أم من الممكن استغلال هذا الحدث لحرف التظاهرات السلمية عن مسارها؟ أبدا لا، لا يمكن لنا أن نعود إلى بيوتنا كما يطلب منا النظام. هذا الحراك انطلق لأجل إسقاط هذا النظام، لأجل العملية السلمية، لأجل تنفيذ القرارات الأممية فيها نهاية ب2254. الحراك لن يتوقف عند إزالة حاجز، بل سيزيل كل الحواجز ويزيل كافة المظاهر الأمنية القائمة في محافظة السويداء. نحن لا نطلب المستحيل، نحن نطلب العدالة، نحن نطلب التعامل الحسن، نطلب أن نكون هنا لذلك شرعنا للدستور وللقانون بشكل صحيح. لا يمكن أن نقبل بأن نكون أو نتعرض لهذه الضغوط مرة أخرى. العودة إلى القبضة الأمنية كما يريد هذا النظام من خلال ما بدر منه في الفترات الأخيرة، هذا شيء مستحيل حتى ولو كلف أهالي السويداء ما كلف. وبالتالي أهم قضية ممكن أو أهم بادرة نريد أن نوضحها إلى العالم بأسره، إننا كافة شرائحنا بالسويداء، بكافة فئاتنا سوف نقوم بوجه هذا النظام، ولن نقبل بتنفيذ أي أجندة من أجنداته من الآن فصاعدا. نعم، من السويداء خالد جمول، رئيس مجلس إدارة تجمع البنا الوطن والأمين العام للمجلس السياسي السوري، شكرا جزيلا لك.